مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف، وحلقة جديدة وصفحة جديدة. أحداث كثيرة جدا بتحصل في الشرق الأوسط، أحداث كثيرة داخلية في مصر بتحدث طبعا في جمهورية مصر العربية، ولكن واحد من أهم الأحداث الهامة جدا بقالها يومين في مصر هو المناورات الخاصة بالجيش المصري، المناورات قادر 2020 لحماية وطن، حماية وطن من أي تهديد، حماية وطن من أي استغلال، حماية وطن من أمن قومي ليها، حماية وطن للاقتصاد بتاعته، الاقتصاد بتاعه، حماية وطن بشكل عام. فخور، وأعتقد أن كل المصريين، بل أكيد كل المصريين فخورين جدا بهذه المناورة الهامة جدا اللي بيستخدم فيها كل الأسلحة الحديثة اللي مصر اشترتها في خلال السنوات الأخيرة. ومش بس كده، كمان بتستخدم الذخيرة الحية. ده معناه أنه لازم نتدرب، لازم يبقى في مناورات، لازم يبقى مستعدين لأي طلب من الشعب المصري أنه هو يدافع عن أرضه. الجيش المصري طول عمره لا يعتدي على أحد، الجيش المصري دائماً للدفاع عن عرضه، عن شرفه، عن أرضه، عن الأمن القومي ليه، عن حضراتكم الاقتصاد والمناطق الاقتصادية اللي ربنا الحمد لله بفضل الله في السنوات الأخيرة ادهالنا، إذا كان في البحر المتوسط أو بإذن الله في البحر الأحمر، إذا كان غاز أو بترول. حضراتكم أحداث كتيرة جدا 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 بتحصل حوالينا، لكن لابد أن الجيش المصري دائما يكون مستعد، يكون جاهز لأي لحظة، وده حاجة مهمة جدا لأي جيش في العالم على فكرة. يا فرحتي أن أنا يبقى عندي أسلحة ولكن ما اتدربتش عليها، يا سلاحي أن أنا عندي حاجات حديثة لكن ما اتدربتش عليها. مش عايز أتكلم كتير، لأنه الحقيقة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة كل يوم بتخرج لنا بفيديوهات الحقيقة مشرفة، حاجات مشرفة لكل مصري ومصرية إن هو يبقى فخور بجيشه وبقوة جيشه واستعداد جيشه لأي مهام ممكن تطلب منه. حضراتكم القوات الجوية تنفذ عدد من المهام القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضمن المناورة قادر 2020. نشوف ده مع حضراتكم. حينما تحين اللحظة التي يترقبونها، تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفان وإخلاص. إنه نداء الوالي، فمصر ملء القلب والقلب. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم المناورة قادر 2020، حماية وطن. في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات. وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق مع قوات الدفاع الجوي لتأمين أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات
على مختلف الاتجاهات، وكذا معاونة القوات البحرية لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحر الأحمر والمتوسط، وتأمين أعمال القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها. وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات. مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود. كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية، وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي. حيث تم رفع حالات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية. مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات. وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود. ونفذت قوات المظلات عدداً من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات. وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية. وكذا إسقاط عناصر القفز الحر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكلفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ. كما قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية، وكذا تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية، وتجديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية. المناورة قادر 2020، حماية وطن. بإذن الله قادرين على حماية بلدنا، قادرين على حماية أرضنا، حماية الممتلكات، حماية كل من هو تسول لنا له نفسه إن هو يعتدي على أرضنا. جيش مصر دائما وأبدا زي ما قلت من شوية إن هو لا يعتدي على أحد، دائما مسالم، دائما يحمي أرضه ويحمي عرضه ويحمي ممتلكاته زي ما قلت، ويحمي كمان المناطق الاقتصادية والأمن القومي الخاص بيه. حضراتكم معايا تليفون على الهواء مباشرة مع سيادة العميد أركان حرب عادل العمدة الخبير في أكاديمية ناصر العسكرية. مساء خير يا فندم. سيادة العميد أركان حرب عادل العمدة الخبير في أكاديمية ناصر العسكرية، مساء الخير يا فندم. طيب يمكن التليفون قطع، هنحاول نتصل تاني بإذن الله تعالى. حضراتكم قبل بس ما أخش بإيه الفقرات الموجودة النهاردة هنتكلم فيها، حضراتكم يعني طول عمرنا بسنوات كثيرة جدا
كنا بنتكلم انه دايما عندنا مشكلة مع حدودنا اللي هي الشرقية من ايام حرب 73 و67 والحروب الكثيرة اللي مرت بيها مصر، انه دايما حدودنا الشرقية هي اللي بيبقى فيها توتر او بيبقى فيها مشكلة. لكن لأول مرة من سنين طويلة جدا حضراتكم شايفين وحاسين بده انه يبقى في توترات كمان على الجزء الغربي اللي هو حدودنا مع جارتنا ليبيا، وفي نفس الوقت يبقى في توترات ايضا مع في الجنوب مع جارتنا حبيبتنا برضو السودان. عدم الاستقرار ده، طيب معانا المداخلة لسيادة العميد أركان حرب عادل العمدة الخبير الأكاديمي أكاديمية ناصر. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، اتفضل. سيادة العميد، حضرتك أكيد بتابع طبعا المناورة قادر 2020، وقد إيه هي حاجة مهمة جدا للجيش المصري إن هو يستخدم الأسلحة ويتدرب على الأسلحة الحديثة وخاصة بالذخيرة الحية. تعليق حضرتك يا فندم. أنا شايف إن طبعا في ظروف بمحيطة بينا من كافة الاتجاهات الاستراتيجية تحتم علينا إن احنا فعلا نكون مستعدين وعلى هبة الاستعداد ونطمئن كشعب وكقوات مسلحة وكقيادة سياسية على مستوانا وعلى كفاءتنا القتالية وعلى قدرتنا على مجابهة هذه التهديدات والتحديات المؤثرة بالفعل على الأمن القومي المصري، خصوصا إنها أمن قومي مباشر لينا مع دول الجوار وكلها بتفرض نفسها علينا، وبالتالي لازم يكون لينا اليد الطولة في مجابهة مثل هذه التهديدات والتحديات والوقوف على مدى درجات الاستعداد بالنسبة للمقاتل المصري، والتأكيد أيضا بأن احنا قادرين على حماية مخدراتنا وركائزنا الاقتصادية وانجازاتنا خلال الفترات اللي فاتت، وفي نفس الوقت بنقول إن العالم كله أن احنا ما بنعتديش على حد، احنا فعلا يعني بنحاول نحافظ على أمننا القومي في اي مكان سواء كان داخل اراضينا او في محيطنا الاقليمي، وايدينا طايله كل من تساوي لها نفسه المساس بامننا القومي او محاوله التاثير على استقرار الدوله المصريه. سياده العميد، اكيد لما بيحصل تدريبات زي بالشكل ده بتبقى في استخدام لكل القوات، اذا كانت قوات جويه بحريه ارضيه، يعني كل القوات بتبقى بتستخدم. اكيد في تفصيلة ممكن حضرتك تشرحها لي أكتر لما بنكون بنحاول ننقل قوات من مكان إلى آخر. تمام، هو في المراحل اللي تمت فيها القادرة 2020 حتى الآن عدة مراحل، أهمها يمكن بدأت بمرحلة الفتح الاستراتيجي، ممكن ظهرت في البيان اللي تم النهاردة ما بين المنطقة الغربية والقوات الجوية وقوات حرس الحدود وقوات المظلات، وبالأمس ما بين القوات البحرية والقوات الجوية أيضا وقوات حرس الحدود وقوات حرس الحدود وقوات الصاعقة من القوات الخاصة، فبالتالي وقيادة المنطقة الشمالية أيضا. اللي هنا عمل فتح استراتيجي، عمل فتح استراتيجي يعني في قوات موجودة في مكان بيتم نقلها سواء بالسكة الحديد أو بوسائل النقل العادية الحاملات يعني إلى أن تصل إلى أو الناقلات إلى أن تصل إلى مكان تنفيذ المهام، وتبدأ في مرحلة الانتشار وتستعد وتتأهب وتاخد إجراءاتها. في رفع درجات السعادات في البداية قبل عملية النقل والتحرك، في عملية خطة موجودة لتحرك القوات من إلى، وبالتالي المنظر ده أو المشهد ده بيقول إن مفيش تعارض بين القوات أثناء تحركها، في توقيتات محددة بتصل فيها إلى خط المهام بتنفذ مهامها، بتصل في اعمال خصوصا اللي تم بالامس فيما يتعلق بالقوات البحريه في عمليه الطائرات المسيرات، كان تم النسران كان بيتم اغرار في منطقه محدده ومعلومه، وبالتالي كانت العناصر عناصر التشكيلات المنطقه الشماليه كانت بتامنها، في نفس الوقت في وسائط بتحمل القوات سواء كانت من البر الى حامله الطائرات او حامله المروحيات او من حامله المروحيات في عمليه الابرار الى البر مره اخرى لتنفيذ عمليه الابرار. المشهد هنا بيؤكد على ان في سيمفونيه بتعزف من كل افرع قوات مسلحه سواء قوات بريه او جويه او دفاع جوي او ايضا قوات خاصه من العناصر الخاصه اللي ساهمت وشاركت في هذا الموضوع في تجربه من خلال اعمال الرمايه بالذخيره الحيه كمرحله ثانيه للاسلحه المنضمه حديثا عن القوات المسلحه، في تحديد الاهداف، في التاكيد على احترافيه المقاتل المصري في استخدام هذه الاسلحه المتطوره، في روح من القياده السياسيه ان في وجوب وتواجد مثل هذه الاسلحه لمجابهه التحديات المخطط انها تيجي لينا، وده يؤكد على رؤيه القياده السياسيه ان في مخاطر وتهديدات وتحديات تتطلب وجود اسلحه من انواع معينه لكي تجابه مثل هذه التهديدات والتحديات، وثقه الدوله فيها وثقه الدوله في قيادتها السياسيه وقيادتها السياسيه والقياده السياسيه وثقتها ايضا في قواتها المسلحه انها قادره انها تنفذ هذا الكلام. تمام. هنا بيتاتى المشهد وهنا تكتمل المنظومه. تمام. من خلال
تجانس بين اعمال كل الافرع الرئيسيه في مواكبه للحدث، في سيطره، في مناوره بالقوات، في حتى مسمى المناوره قادر 2020 لتؤكد انها لحمايه الوطن المصري. سيادة العميد، اخر سؤال وارجو ان حضرتك برضو باختصار شديد، الرساله الخاصه بهذه المناوره اذا كانت رساله خاصه داخليا للشعب المصري ورسالة أيضا لردع الآخرين اللي ممكن يكونوا ليهم أطماع في مصر أو للمصالح الخاصة بمصر، وخصوصا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم العيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة مع البابا توادروس كان بيتكلم ويقول أنتوا يا شعب مصر ليه قلقانين قوي كده. فبعد إذنك ديني بس رد على هذه الرسالتين بعد إذنك. هو أولا الرسالة الداخلية للشعب المصري اطمئن ان يعني دي قوات مسلحه قادره على حمايه منجزاته، اما في من ياتي من الخارج فكل من تساوي له نفس المساس بالامن القومي، لا، لدينا قوات مسلحه قادره على حمايه مقدرات الوطن المصري وحمايه انجازاته حتى الان. سيادة العميد اركان حرب عادل العمده الخبير في اكاديميه ناصر العسكريه، شكرا لحضرتك يا فندم وتنورنا باذن الله تعالى في صفحه جديده هنا في مدينه الانتاج، يا ريت لو سمحت. اهلا وسهلا بيك وتحت امرك. شكرا يا فندم. حضراتكم سريعا بقى قبل ما نخش على الاخبار هقول لسيادتكم النهارده ان احنا عندنا فقرتين، الفقره الاولى هتكون عن التطورات الخاصه بليبيا ووقف اطلاق النار، وفي مباحثات حاليا كانت موجوده من كام ساعه كده في روسيا ما بين خليفه حفتر المشير خليفه حفتر قائد القوات الليبيه الوطنيه الليبيه وما بين فايز سراج والتطورات الخاصه بوقف وعمل تهدئه ما بين القوتين لحفظ الامن في ليبيا والاستقرار اتمنى في ليبيا من الناحيه السياسيه. ضيف الأستاذ أحمد جمعة الباحث المتخصص في الشأن الليبي، هنتكلم أكثر وأكثر عن آخر المستجدات في هذه الفقرة. والفقرة الثانية طبعا واحد من أهم الأحداث اللي بتحصل برضو في مصر يعني وخصوصا الأولياء الأمور اللي عندهم أبناء في أولى ثانوي وتانية ثانوي وخصوصا هم ابتدوا امتحانات خلاص، هنتكلم مع الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف التعليم ونجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية وخاصة أن هو في أكتر من 500 ألف طالب حضراتكم بقاله يومين بيمتحن عن طريق المجال الإلكتروني والإنترنت والتابلت. الأخبار معنا، أول خبر السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجيه المستقبليه لوزاره التعاون الدولي في اطار الجهود الاقتصاديه والتنمويه للدوله ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدوليه. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية. كما وجه الرئيس بمزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في دعم زيادة الأعمال أو ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في ذلك الجهود في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة باعتبارها من دعم وتنمية. الخبر الثاني، السيد الرئيس السيسي يستعرض مع كامل الوزير جهود تحديث منظومة النقل في مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية باعتباره مكونا جوهريا للنهوض بالبنية الأساسية خاصة فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس فتحي السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديد، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات التطوير المواني. الخبر الثالث الداخلية، إطلاق المرحلة 11 من كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية الأربعاء المقبل. تطلق وزارة الداخلية المرحلة 11 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأربعاء المقبل لمدة 15 يوم بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وقالت الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل الوزارة جهودها بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين لضمان منع الاحتكار واستغلال والغلاء في الأسعار. وتؤكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل. وبمناسبة عيد الشرطة فقد قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع ممثلي سلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للموارد الغذائية بإطلاق المرحلة 11. كل سنة ووزارة الداخلية بخير في عيدها يوم 25 يناير، اليوم اللي وقف فيه الشرطة المصرية أمام المستعمر في بورسعيد. والحقيقه في اسماعيليه، انا اسف، وفي قناه السويس يعني، بس هي في اسماعيليه، وضحوا بارواحهم عشان مصر يبقى فيها امن واستقرار. ولغايه دلوقتي وزاره الداخليه بتضحي بابنائها وطبعا هي والجيش المصري لحفظ الامن والامان لمصر واستقرار مصر للنمو أكثر وأكثر. وتحية لكل الشهداء الجيش والشرطة. الرقابة الإدارية تسقط شبكة دولية للتجار في الأعضاء البشرية. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من عدد 8 أفراد للتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء البشرية. وقد تم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. حضراتكم ده كان آخر خبر معانا النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم أحداث كثيرة جدا ومتلاحقة في جارتنا ليبيا، وعدد من المسؤولين اللي موجودين في روسيا النهاردة بيحاولوا يوقعوا اتفاقية يعني خاصة بوقف الحرب ما بينهم وكده. هنتناول هذا الموضوع بشكل أكثر وأكثر في الفقرة القادمة مع ضيفي الأستاذ أحمد جمعة الباحث المتخصص في الشأن الليبي. فاصل وراجعين حالاً.